طب انت بالنسبة كطفل المفروض اللي هو يعني يبتدي ان هو ياكل وكده امتى؟ طفل مولود مثلا؟ لو عايزة نتكلم مثلا كعمر بنتكلم افضل يعني، في ناس بتبدأ من 6 شهور، في ناس بتبدأ من 4 شهور، في ناس بتبدأ من، بس الصح ان احنا نركز على الرضاعة الطبيعية. يعني بنقول ان احنا نعدي السنة الاولى ممكن نبدأ نفكر، ولو خدنا 2 سنين كاملين رضاعة طبيعية يبقى ما عندناش مشكلة، لكن طبعا الستات ما بتقدرش تستحمل يعني.